مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نطبخ طبخة غريبة شوية، وهي القرع أو الكوسة الكبيرة هاي زي ما انتم شايفين. حاملها بالصينية. أول شيء طبعا غسلناها، هاي القرعة من الحديقة عندنا، طلعت بحجم غير طبيعي، خالية من أي مواد كيميائية. حنقسمها بالنص. هذه حجمها، حجمها مش طبيعي، عشان هيك بدنا نحاول نسوي فيها شغلة زاكية اليوم. زي ما انتم شايفين هاي من جوا، هحاول اني اقور هذا عشان احشيه وبنرجع لكم. رجعنا لكم بالفيديو. زي ما حكينا احنا حطينا شوية شغلات هون، انا تقريبا خلصت الطبخة. حطيت بروكلي، فليفلة خضراء، بندورة، شوية نعناع، رشيت على ملح وبهار عليها. واحدة حطيت عليها صلصة، شوية صلصة هيك بالطماطم، بس هي شوي حرارة. والتانية حطيت عليها لبن عشان ابني. هاي حطيت عليها جارلك، هاي ما حطيت عليها. وهاي حطيت على التنتين من فوق برمجان. برمجان بعطيها طعم زاكي وبخليها تاخذ طعمة التشيز بس ما بتشعر فيه. هاي المختصر طبختنا اليوم، وزي ما حتشوفوا هنحطها بالفرن هيك. حتى هذه الصينية صغيرة عليها، بس مش مشكلة، وإن شاء الله بنرجع لكم بس نخلص. صحتين وعافية. البرودكت النهائي، وصحتين وعافية يا جماعة.